وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. أصحاب الفضيلة، أصحاب السماحة، أيها العلماء والحفل الكريم، في كل شيء أصيل ودخيل، حتى النبوة لما جاء سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم خرج هناك مسيلمة الكذاب، فبين الله سبحانه وتعالى الفرق بين النبي الحقيقي وبين من يدعي النبوة. كذلك كانت الصحابة رضي الله عنهم، دخل بينهم منافقون وجاءوا مثل صحابيين وعملوا مثل ما يعملون، ولكن الدين الحمد لله بقي إلى وقتنا هذا ويبقى إلى يوم القيامة متميزا عن خرافات هؤلاء الأباطيل. نحن سمعنا عن التصوف وهو من يترك الدنيا ويتركها ويصبر على الجوع والسهر، هذه كلها أوصاف الصوفية حقيقة، لكن في كل هذه الأشياء الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الوسطية هي الحقيقة، لا إفراط ولا تفريط. والتصوف نحن كما قلنا أمس في محاضرتي، أنا بينت بيانا كاملا، التصوف أخذ بالشريعة، التصوف من صفاء القلب من الكبر والحسد والعجب والرياء والسمعه والبدعه والشهوه وسائر الاوصاف الخسيسه. اذا تطهر قلبه كان صوفيا. و وقد سئل في هذا المجلس عن بعض الناس أنهم يدعون أنه صوفي ولا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر، والعياذ بالله، هذا من ليس من التصوف، وهم بعيدون عن التصوف كل البعد. الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره في كتابه فتوح الغيب، أول كتاب في هذا الكتاب، المقالة الأولى فيما لا بد لكل مؤمن، ويقول: لا بد لكل مؤمن من ثلاثة أشياء: أمر يمتثله، ونهي يجتنب عنه، وقدر يرضى به. امتثال أوامر الله
واجتناب نواهيه والإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر شمل فيه جميع أمور الإيمان. فإذا وهو يقول أيضا في نفس الكتاب: أوصيك أيها المريد بلزوم ظاهر الشريعة مع العقيدة الصحيحة. وكذلك الإمام الرباني مجدد الفطاني الشيخ أحمد السرهندي رضي الله عنه كتب في كتابه في المكتوبات كثير مرات هكذا، وكذلك الشيخ أحمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه كتب هكذا، وكذلك كان كل صوفي المعروف الكرخي وسر السكتي والإمام الغزالي رضي الله عنهم كلهم كانوا متدينين بدين الله عز وجل. ليس هناك تصوف من دون الشريعة. والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة حتى في مرض موته، وقد جاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى المسجد للصلاة بين رجلين يخط رجلاه في الأرض، يعني لا يستطيع أن يمشي مشيا عاديا، ومع ذلك جاء إلى المسجد للجماعة. وإذا ترك الصلاة لا يجوز لأحد من الصوفية ولا لأحد. الصوفي الذي يتدين بدين الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يترك الصلاة وأن يترك الصوم وأن يترك الزكاة وأن يشرب الخمر، وهذا ليس بصوفي بل هو منافق يظهر في مظهر الصوفي. وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي وأن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتبعهم، ونحن ندعو الله تعالى في كل يوم في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا أي أثبتنا وأدمنا وأقمنا على الصراط الذي كان عليها الأنبياء، كان عليها المتقون، كان عليها المسلمون المهتدون. نسأل الله سبحانه وتعالى في كل يوم هذا الدعاء. وهم كانوا آخذين بالشريعة، شريعة نخذ بأحوطك الورق. قال الشيخ زين الدين المخدوم الملباري رضي الله عنه في كتابه الأذكية: وطريقة أخذ بأحوط كالورع، يعني الطريقة أصحاب الطريقة يأخذ بأحوط في كل شيء، لا من يترك الصلاة ولا من يترك الصوم ولا من يشرب الخمر، هو ليس بصاحب الطريقة وليس بصوفي، الصوفي الحقيقي. لكن هذا العمل الذي جاء للتهمة حقيقة، التهمة دخل في أنحاء العالم. إذا قيل إنها صوفي 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 كوفي هكذا يستهزئون بالصوفيين. كيف يستهزئون؟ اتهموا بأن الصوفية الذين يضربون الدفوف ويلعبون وهذا وهذا وهذا، يعني كما سمعتم من فضيلة الشيخ في هذا النظم، وليس التصوف من الضرب بالآلات واللعب بالآلات، وليس التصوف
ترك الصوم وترك النوم وترك الأب فقط، بل ترك النوم للصلاة التهجد والذكر والصلاة لا بأس، هذا هو السهر المراد. وكذلك الجوع الذي ذكر في أوصاف الصوفي وهو الجوع لتكثير العبادات، إذا أكلت كثيرا يجيء النوم لك سريعا، وإذا تترك الصلاة التهجد تترك العبادات تترك كل شيء. ولذلك السهر المراد بالسهر الذي يؤدي إلى عبادات كثيرة وإلى عبادات غزيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد الليل ثلثه أو ربعه أو نصفه أو أقل أو أزيد كما جاء في القرآن الكريم، نصف الليل يتهجد. أي صوفي يترك اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم وليس هو صوفيا؟ الصوفي الذي صفى قلبه من الأوصاف الخسيسة الرديئة الرذيلة، ليس له كبر وليس له عجب. من كان لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما هو الكبر؟ بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. إذا كان في قلب أحد شيء من الكبر لا يدخل الجنة. إذا كان الكبر حقيقيا لا يدخل الجنة أصلا، وإذا كان الكبر ليس أصليا لا يدخل الجنة دخولا أوليا، هذا من طويلات الحديث. على كل حال الكبر مخالف للشريعة والعجب مخالف للشريعة، ولكن الناس مختلفون. الناس بعضهم يعملون بالتجارة، بعضهم يشتغلون بالكسب، بعضهم بالدرس، بعضهم بالوعظ، بعضهم بأفعال مختلفة. قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه في الحكم: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب وهي شهوة خفية. فإذا بعض الناس يقيمون أهون الله تعالى يقيمونهم بالأسباب، مستغلون بالأسباب. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب شهوة خفية. وبعض الناس لا يستغلون بهذه الأسباب. إرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط من الحقيقة العلمية. قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه. فإذا بعض الناس يكونون علماء مدرسون واعظون وقائمون بتصنيف الكتب وغيرها وغيرها، وبعضهم يكونون ذاكرين يدعو الناس إلى الذكر والصلاة والصوم والعبادات، وبعضهم يتجرون، وبعضهم يستغلون بأشغال مختلفة. والله سبحانه وتعالى خلق الناس على أنواع مختلفة، على أجناس مختلفة، بأسباب متفرقة. وما اشتغاله بهذه الأسباب والأشغال يكون قلبه صافيا. المآل واحد، كما كان بين المذاهب الأربعة اختلاف في الصورة في بعض لكن المطلوب واحد هو الشريعة الإسلامية.
وكذلك القادرية والرفاعية والطغرة برضية والنكسبندية والطبقاتية وغيرها وغيرها من طرق الصوفية، وإن كانت اختلافات في أعداتهم وفي أذكارهم وفي صورهم، لكن المآل واحد، الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. محبة الله أول كل شيء، والذين آمنوا أشد حبا لله، وثانيا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم كلهم وصلوا إلى المراتب العلية بمحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكان السيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أعلى درجاتهم، كما أنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم، يعني أنزل الله تعالى عن الصديق رضي الله عنه أولو الفضل، وكان أولو الفضل من جهة القرآن، لأنه ليس بكثرة العبادات، ولكنه كان في هذه المرتبة بما في قلبه، بما وقر في قلبه من الإيمان والتصديق ومحبته صلى الله عليه وسلم. على كل حال، التصوف محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الأنبياء والأولياء والصالحين ومن بعدهم من الصالحين إلى يوم القيامة، واتباع جميع هؤلاء الصلحاء واتباعهم. إلا لم يصل للصحابة هذا الفضل إلا بالاتباع. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. في هذه الآية أمرنا الله تعالى أن نتبع بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وفي آية أخرى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. اتباع الصحابة، فعلم من هذا أن اتباع الصحابة هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع الصحابة هو الذي هو أمرنا الله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة حصلوا على هذه المرتبة العلية باتباعهم للحبيب صلى الله عليه وسلم وبمحبتهم صلى الله عليه وسلم، وكذلك ومن بعدهم كلهم، الأقطاب الأربعة أو الأقطاب الستة، الأقطاب المعروفون المشهورون، كلهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى هذا المكان. على كل حال، المآل واحد، المقصود واحد، المقصود لا يتميز إلا بالعقيدة الصحيحة. إذن كل ولي له قدم، وإني على قدم النبي بدر الكمال، قال الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره: وكل ولي له قدم، وإني على قدم النبي بدر الكمال. أشار إلى قوله سبحانه وتعالى: بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال الكافرون إن هذا لساحر مبين. هذا القدم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام البخاري في صحيح ابن عباس رضي الله عنه: هو قدم، هذا القدم لكل ولي قدم، قدم رسول، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البصيري رحمه الله أشار إليه
في أبياته كثيرة، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، ركنا غير منهدم، وهو الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الأكرم إذا أحببناه واتبعناه وصففنا قلوبنا عن الأوصاف الخسيسة الرذيلة الرديئة، نحن نكون صوفيا، وإلا لا نكون صوفيا ولا متبعا للصوفي، ولا وليس عندنا تصوف. جعلنا الله وإياكم ممن يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه أشد المحبة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.